وانا بفكر في ماتش سيمبا بتاع يوم الثلاث، والحقيقه السؤال ده بيجي في ماتشات كتير جدا على بالي، ماتشات الكبيره والمهمه اللي هتقابل فيها فريق تقيل، فريق بيلعب كوره يعني، بتبقى حاسس ان المباراه صعبه. هل الافضل انك انت وانت بتحضر فرقتك انك انت تلعب بال 11 الاجهز لتنفيذ طريقه اللعب اللي الفريق متمرن عليها ومتعود عليها، ولا انك انت تختار افضل 11 عندك وتختار على اساسهم الطريقه اللي ممكن يلعبوا بيها؟ طبعا المديرين الفنيين ممكن ياخدوا السؤال ده ويقولوا لي انت ايه اللي بتقوله ده، لكن الجمهور دايما بيبص للقصه بشكل تاني. الجمهور طبعا بيفكر غير المدير الفني يعني. انت وانا قلت الكلام ده حتى من السنه اللي فاتت قبل الميركاتو ده، انه بتمنى دايما انه الاهلي يلعب بطريقه 4-1-4-1، احنا بتوع هجوم، احنا بتوع 90 دقيقه بنلعب كوره عايزين نوصل بيها للجون، ففكره انه دايما يبقى في اتنين ديفندرات دي بالنسبه لنا معطلانا، واخده مكان للاعب ممكن يبقى ليه ادوار هجوميه، وان كان طبعا كولر طور ده بشكل كبير جدا، وظهر حمدي فتحي معاه بيلعب الدور او الناحيه الهجوميه بشكل ممتاز، ومن بعده ديانج اللي بقينا بنشوف ليه تواجد كتير في المناطق المؤثره، وطبيعي طبعا لعيبه زي امام وقفشه لما بيكونوا موجودين في الملعب بيحطوا لكن لو تسالني اقول لك مثلا ليه مش اربعه في خط الظهر اللي احنا متعودين عليهم، مثلا هاني ياسر ورامي او منعم ومعاهم معلول، واحد في الملعب ارتكاز زي ديانج، والعب مثلا بتاو ورضا وامام والشحات، ويبقى مثلا قدام كهربا مثلا يعني، وبالذات في ماتشات الكبيره اللي بيبقى مطلوب من الاهلي فيها تحقيق نتيجه إيجابية. ده واحد من الأسئلة اللي هسألها لضيفي النهاردة، وهنتكلم طبعا على ماتش الأهلي وسيمبا اللي فات، والأهم هو الماتش اللي جاي مع نجم النادي الأهلي السابق طبعا كابتن أحمد عادل اللي بيشرفنا النهاردة في السادسة قادما إلينا من الإسكندرية. مساء الخير يا أبو حميد. حبيبي أستاذ أحمد، ربنا يخليك، ودايما بأسعد أنا موجود مع حضرتك. تنور الدنيا دايما. خليني الأول، أنا عندي يعني كلام كتير، واحد طبعا هنتكلم على الأهلي وسيمبا بما إنه الحدث الأهم والأبرز اللي يهم جماهير النادي الأهلي، كمان 48 ساعة عندنا ماتش مهم جدا، ولو قدرنا نعدي منه هيكون عندنا ماتشين نهائي مبكر مع غالبا يعني سان داونز، ما حدش عارف طبعا نتيجه بريتوريا هتبقى ايه، بس الاقرب سان داونز. لكن كمان عايز اتكلم معاك في حاجات كتير ليها علاقه بمنتخب مصر وليها علاقه بالدوري الحقيقه، اللي عشان احنا فاصلين عن الدوري بقالنا كتير. النهارده بنبص في جدول الترتيب واحنا بنحضر الحلقه، لقيت جدول حاجه غريبه جدا يعني، ترتيب ما كانش متوقع بالنسبه لي خالص، فهتكلم معاك وانا عارف انك بتتابع الدوري كويس. ابدا معاك بماتش سيمبا اللي هناك، شفت المباراة ازاي وشفت نتيجة المباراة 2-2 اللي طلعنا بيها من دار السلام ازاي؟ يمكن ممكن شفت السيناريو شوية لمباراتنا مع اتحاد العاصمة، ان انت بيجيلك فرص كتير ما بتقدرش تستغلها، وخصوصا ان انت دايما ليك الافضلية. مش عايز اقول فريق النادي الاهلي او الجهاز الفني للنادي الاهلي بقى دايما ان هو ليه الافضليه، ده فيدي له اطمئنان زياده، وده مش مستحب في بطوله افريقيا. ان انت دايما تبقى مطمن للنتيجه. زي المباراه بالنسبه للجمهور يعني، مباراه تخلص في الشوطها الاولاني. انا بقول لحضرتك يعني انا ممكن من النهارده يعني لو خلصنا في الشوط الاولاني كان ممكن النهارده بتكلم معاك عن سان داونز. صح ولا غلط؟ يعني طبعا الاحساس ده جالك ولا؟ لا جالي واطمئناني حتى لاداء الفرقه، واطمئناني حتى زي ما بنتكلم دايما على المفاتيح اللعب اللي داخل النادي الاهلي، ضاعت اكبر من فرصه في المباراه كانت تديك الافضليه، تديك الاريحيه حتى في مباراه العوده هنا في مصر. لكن بشكل عام لا، النادي الاهلي افضل، وكونك ان انت بتوصل يعني هنا لو كل الفرص اللي اتيحت لخط هجوم النادي الاهلي انت تطلع بالماتش 7-8. لكن ده عايز اقول ممكن يديك درس شويه، ان انت بالذات في بطوله افريقيا مهم جدا لو من نص فرصه تقدر تحرز هدف، لان انت ما تعرفش الظروف بعد كده ايه يعني. زي واخد من كلام حضرتك زي ما حضرتك قلت في المقدمه، ممكن احنا نحط تشكيل او ممكن اي حد يحط تشكيل، لكن القادره واللي على درايه كامله بالتشكيل الامثل للنادي الاهلي هو المدير الفني، حسب كمان حاله اللعيب يعني. حاله اللعيب للمباراه اللي جايه ممكن تلاقي لعيب ممكن ما كانش بيشارك الفتره الاخيره. 11 اللي بداوا الماتش اللي فات بداوا بدايه كويسه جدا يعني، انت ما تحسش باي غيابات. علي معلول مؤثر جدا، كريم الدبيس كان هايل ياثر في الناحيه الشمال. منعم مؤثر جدا، كلامك على لعيبه مهمه. امام الشكل اللي ظهر بيه مع الاهلي من بدايه السيزون برده غيابه مؤثر جدا. بتتكلم على 3 4 لعيبه مش موجودين في الملعب، بالاضافه لغيابات كتير بقى من اول يعني موجود السوليه مش موجود، متولي مش موجود، كريم فؤاد مش موجود، كل دول غايبين. ورغم كده السكواد اللي بدا المباراه بدا بشكل رائع وفرض سيطرته
ده سيناريو انا شخصيا ما كنتش متوقعه، انا كنت اتوقع الشوط الاولاني يبقى سجال، يبقى في تحفظ من الاهلي اكتر، نحاول نطلع بالنتيجه درو لغايه لما نوصل للشوط الثاني نحاول نخطف هدف، ده فكرتي على ماتش سيمبا في تنزانيا، لكن لقيت الاهلي يصول ويجول وبيقدم جيم ولا اروع، لكن ما نجحش في انه يترجم السيطره دي لاهداف. انا بقول دي ميزه مميزات الراجل، يعني ميزه مميزات الراجل ان هو وصل بفريق النادي الاهلي او سكواد النادي الاهلي او قائمه النادي الاهلي، انه اي حد يلعب هتلاقي نفس الاداء، نفس السيستم، نفس استراتيجيه اللعب، فرض اسلوب اللعب، مفاتيح اللعب اللي الراجل بيشتغل عليها، حته التامين او الترحيل اللي دايما الراجل بيشتغل عليه. هنا برضو زي ما هنتكلم عن الراجل مهم جدا نتكلم عن اللعيبه اللي بتقدر تاخد فرص وتقدر تحط رجليها بشكل جيد، بتساعد الراجل بشكل كبير جدا ان هم يبقى ان الراجل يبقى عنده ثقه فيهم. وممكن كريم الدبيس عمل مباراه اكتر من رائع، تاني يوم قلت كوكا انه بالنسبه لي نجم الماتش في فرقه الاهلي، كوكا كان هايل في نص الملعب، ما قادر يسيطر على نص الملعب، مش يعني دايما بتكلم عن نص ملعب النادي الاهلي، صعب جدا ان انت كلاعب تقدر تسيطر على نص ملعب النادي الاهلي، خصوصا عندك مفاتيح لعب 5 أو 6 مفاتيح لعب بتهاجم، ان انت تشيل نص الملعب لوحدك. دي كان كوكا قايم بالدور ده بشكل جيد، زي ما بنتكلم قبل كده على مروان عطيه، ولما بياخد بيقدر يشيل نص الملعب، الارتداد السريع اللي بيعمله اليو ديانج في نص الملعب، قفشه لما بينزل بيبقى اكتر من رائع في غياب امام عاشور، بيقدر يؤدي الدور. لا اللعيبه مساعده الراجل بشكل كبير جدا ان هو يفرض اسلوب لعبه، ودي ميزه ما يميز حتى دكه النادي الاهلي، مش عايزين نقول دكه الناس اللي مش في الفرق الاساسيه او اللي ما بتشاركش بصفه اساسيه، بتساعد الراجل بشكل كبير جدا انها تنفذ تعليماته، وده دايما اللي بيدي الافضليه للنادي الاهلي، دايما ان انت بتبقى راكب الجيم بلغه الكوره، فرض اسلوب لعبك من اول دقيقه، تستغل كل مفاتيح اللعب اللي عندك سواء على اطراف الملعب او من قلب الملعب. فاعتقد ان كل العوامل دي كهرباء ان انت بتوصل مره واثنين وثلاثه وبتقدر تحقق وتجيب اهداف، دي 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 قيمتك انت كلاعب، مهم جدا استغل الفرص. عايز اسالك على حاجه، هو ممكن يعني ممكن انت تبقى نزل متنشن قوي من المباراه كلاعب، حاسس انها مباراه صعبه، التحضيرات الايام ما قبل المباراه، كلام الجهاز الفني، المحاضره الفنيه، اللعيبه وهي بتتكلم مع بعض، بتبقوا في اوقات كتير جدا رايحين لجيم حاسين انه جيم كبير وصعب، او جاي في ظروف صعبه يعني، او مباراه خارج الملعب، او منافس على مستوى عالي جدا، فبيبقى في حاله تنشنه او في حاله شده عند اللعيبه كبيره جدا، واهتمام وتركيز على اعلى مستوى، فلما تنزل على ارض الملعب انت كلاعب او انتوا كفريق تحس ان كل حاجه تحت السيطره، وان احنا كنا مدين الماتش اسهل بكتير من ما انت ما كنت متخيل. هل ده ممكن يعني يعمل ايه، يعمل تراخي او يعمل احساس انه المباراه دي مضمونه، احساس ان انا اقدر اجيب جون في اي وقت، احساس انه بعد 90 دقيقه ما تخلص انا هطلع الماتش ده كسبان، بتحصل في الملعب يعني، احساس ده ممكن يجي في الملعب؟ انا بقول لحضرتك في اول حلقه قلت لحضرتك سيناريو ماتش اتحاد العاصمه هو اللي انا بشوفه مع سيمبا، ان احنا رايحين هنلاعب فريق اتحاد العاصمه او هنلاعب سيمبا، سامعين ان هو فريق جيد عنده مفاتيح اللعب، راجل بيفرض اسلوب لعبه، فريق يجاريك في المباراه، لما بتنزل على ارض الواقع ما بتحسش ان الاهميه دي كلها ان انا مديها، فيجي لك احساس ان انا ممكن اكسب اي وقت، انا اي فرصه هروح بيها اقدر احقق هدف. هنا ممكن بتدي تراخي او ثقه زياده عن اللزوم شويه، ده بيأثر بالنتيجه بالسلب على نتيجه المباراه. لكن ده مهم جدا كلام اللعيبه، يعني كلام اللعيبه مع بعض، القاده او اللعيبه الكبيره اللي موجوده داخل الملعب، ازاي تشد اللعيبه، ازاي كله يبقى رايح على هدف واحد، دي بتبقى مش هنقول مدير فني، دي بتاعت لعيبه. أيوة. بتاعت لعيبه ان احنا خلاص احنا نقدر نكسب في اي وقت، نقدر نقفل مساحات ازاي، ممكن في بعض الاوقات الكره مش ماشيه معانا خلاص النهارده مقفله، يبقى نقفل مساحات ندافع بشكل كويس بحيث ان احنا ما يجيش فينا اهداف. لكن اعتقد ان بعض الاخطاء اللي حصلت في المباراه الاخيره الراجل اشتغل عليها بشكل كويس، حته الكرات العرضيه مهم جدا، حته التمركز، التمركزات في خط الظهر، انا بشوف ان ده كان العنصر اللي مهم ان الراجل يشتغل عليه، اتمنى ان هو ما يعني الاخطاء دي ما تحصلش المباراه الجايه. العرضيات بالنسبه لنا كانت مشكله في المباراه دي، مشكلة. بس قبل العرضيات انا اسالك برضو في حته تانية، اوضه اللبس ال10 دقائق اللي بين الشوطين، ويقينا يعني انا ما كنتش موجود في تنزانيا، بس يقينا طبعا انه مارسيل كولر ما قالش للاعيبته انه احنا هننزل نلعب نص ملعب، يعني ما قالش للاعيبته ارجعوا امنوا واحنا عايزين نحافظ على هدف، ما عنديش شك في ده، او احتماليه حدوث ده ممكن تبقى 1%، لكن في النهايه اللي حصل انه 10 دقائق في اوضه اللبس كانت كفيله بانه
ينزل سيمبا بوجه مختلف تماما وينزل الاهلي بشكل مختلف تماما عن الشوط الاول. هل ده تقصير مننا ولا ده الوجه الحقيقي لسيمبا؟ يعني الكره اللي اتقدمت من سيمبا الشوط الثاني هو ده سيمبا بجد؟ ويمكن سيمبا هو اللي كان خايف من الاهلي قوي، او كان زي ما كنت بكلمك كده عامل حساب للماتش زياده عن اللزوم، فكان نزل فاكك خالص في الشوط الاولاني. لما رجع سيمبا لكورته او رجع لاسلوبه قدر يفرض سيطرته على النادي الاهلي؟ اي السيناريوهين بالنسبه لك؟ لا، هي كانت حاجه غريبه او على طريقه لعب النادي الاهلي ان انت تتراجع، لان ده مش سيستم ولا سياسه لعب النادي الاهلي. ايوه، فهنا يعني سيمبا اجبرك على التراجع؟ مش سيمبا هو أجبرك، اللي ممكن تخوفك على المباراه شويه، ده خلاك يتراجع، فادى الافضليه لفريق سيمبا ان هو خلاص انا ازاي النادي الاهلي يتراجع امامي مثلا او قدامي، فلا انا عندي الافضليه ان انا ممكن اكسب في اي وقت. فهنا زي ما قلت لحضرتك، دي بتاعت اللعيبه، دي بتاعت اللعيبه، دي بتاعت الشخصيه، الكلام مع بعض، في حاجات بتحصل جوه الملعب بتدي انطباع للفرقه الثانيه لا انت مش هتاخد حاجه من المباراه. فاعتقد ان ده اثر بالسلب على فريق النادي الاهلي، حته التراجع، وده مش ده اللي معودنا عليه النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي سواء حتى لو كسبان 2 3 بيدور على الرابع وبيدور على الخامس، بيقدر يستغل اكبر عدد من الفرص. ممكن اضاعه بعض الفرص تاثر عليك نفسيا داخل الملعب، ان انت بتضيع فرص سهله، فيوصلك احساس لا النهارده مش يومنا، او النهارده الفرص اللي بتجي لنا لا قدر الله ممكن يجي فيك في اي وقت. وده اللي حصل في المباراه، ان انت خلاص يعني ممكن الثقه هربت منك شويه. فقدر فريق سيمبا زي ما بقول لحضرتك عنده مفاتيح لعب وفريق جاي. مين يعني عجبك في سيمبا؟ او مين حاسس انه يعني مين لفت نظرك؟ لا، في الهاف رايت، الهاف رايت اللي بيلعب وينج يمين، ده من مفاتيح اللعب المهمه اللي كان كريم الدبيس الشوط الاولاني يعني قافل عليه بشكل كويس، لكن لعيب جيد ومفتاح لعب ليهم. طيب لو اتكلمت معاك عن ماتش تلات، يعني النتيجه بتحتم على سيمبا انه يحاول، لازم يسجل، يعني سيمبا لازم يسجل 0-0 لو انتهت المباراه، او السيناريو اللي هتبدا بيه المباراه 0-0 في مصلحه الاهلي، وبالتالي الرغبه في تحقيق نتيجة إيجابية أو تسجيل هدف التقدم عند سيمبا أكتر من عند الأهلي. سيبك من الدوافع اللي إحنا عارفينها، أو أكيد الأهلي نازل يكسب، يعني كولر هيتكلم في المباراة دي إحنا نازلين الملعب نازلين الماتش ده نكسبه، لكن أنا بتكلم على الحسابات بالفرقتين بصرف النظر إحنا بننتمي لإيه. سيمبا مفترض إنه عنده دوافع تجبره على إنه لازم يبادر، أو لازم يكون هو صاحب المبادرة، وبالتالي ده معناه انه هيلعب جيم مفتوح. لكن فكره انك تلعب قدام الاهلي في ملعبه ووسط جمهوره، اللي بالمناسبه يمكن الحد الادنى منه هيكون موجود الاكيد هيكون في حدود 30,000 ان لم يجد جديد في الساعات اللي جايه، يعني وممكن يكون اقرب ما فيش جديد، لكن في النهايه في 30,000 باذن الله هيحضروا المباراه، لكن انا اتمنى ان يكون في جديد. فكرة انك تلعب جيم مفتوح قدام الاهلي على ملعبه وسط جمهوره برضو على اي فريق في افريقيا سيمبا او غير سيمبا تكون صعبة شوية. تتوقع انه روبرتينيو او روبرتو اوليفيرا مدير فني يكون بيفكر في المباراة دي ازاي؟ اتوقع ان الراجل زي ما حضرتك بتقول هو هينزل يدور على المكسب، يدور ان هو يحقق هدف، وخصوصا في اول 10 دقايق دي الراجل لازم احنا النادي الاهلي يشتغل عليها، لان صعب جدا تلعب قصاد النادي الاهلي او امام النادي الاهلي جيم مفتوح. الاهلي بيطلع بالكره كويس، الاهلي عنده جنبين بيشتغلوا بشكل جيد، عنده حلول في نص الملعب. ده اللي انا اتمناه، ان الراجل يبقى مستعجل على الهدف، الراجل يبقى عايز يجيب هدف، ده يدي الافضليه للنادي الاهلي، هو استغلال المساحات اللي هتبقى في ظهر المدافعين عن طريق السرعات اللي موجوده عندنا، سواء بيرسي تاو او رضا سليم، او لو لعب حسين او اي حد، او كهربا، السرعات اللي بقى عند كهربا. اعتقد ان ده هيدي الافضليه للنادي الاهلي. اتمنى ان السيناريو يمشي كده، لكن اتمنى ان النادي الاهلي يجيب هدف، يعني يجيب هدف في اول 10 دقائق او ربع ساعه، هيفرق بشكل كبير جدا، هيفك فريق سيمبا بشكل كبير جدا، هيخرجوا بره تركيزهم. حته النادي الاهلي برضه بيعمل حته استحواذ كويس، حته التدوير كويس، استحواذ كويس، بيقدر في فتره من الفترات بيتحكم في رتم اللعب. اعتقد النادي الاهلي هيوصل مباراه لبره الامان. يعني ايه التغييرات اللي تتمناها او تتوقعها على ماتش؟ التغييرات تصنع الفارق يعني انجاز التعبير، ولا تتوقع ان كولر يبدا بنفس التشكيله؟ بالك اكيد برضو الراجل يعني دايما المديرين الفنيين بيبقى تركيزه وكلامه كله على المرحله او على المباراه اللي جايه، ده ما شيء ما فيش شك فيه، لكن هو بينه وبين نفسه بيفكر في مباراه بعد كده لانه
اكيد عنده رغبه في التاهل وحاطط في حساباته مواجهه مش هيبقى يمكن 24 25 5 ايام هتكون بتلعب غالبا سان داونز. هل تغامر باسماء ممكن تبقى محتاجه؟ هل ممكن تدخل اسماء عايزه تاخد حساسيه الماتشات قبل ما تروح للماتشات الاصعب؟ بتتكلم على بطوله في النهايه مدتها 21 يوم، كانها بطوله مجمعه، مش في بلد واحده، لكن في النهايه بتتكلم على 6 ماتشات في 21 يوم. ما اعتقدش الراجل اللي هياخد ريسك ان هو يدخل حد يكون بعيد عن الملعب. اللي انا اتمنى عودته، اعتقد ان هو سليم بنسبه 95% امام عاشور. امام اتمنى ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي. اعتقد ان امام دايما بيدي النادي الاهلي الافضليه، زي ما بنتكلم على حسين الشحات، زي ما بنتكلم على عوده رضا سليم وتالقه الدائم مع النادي الاهلي. ولد رضا بصراحه لعيب محترم، لعيب قيمه، وبيضيف حتى الخط هجوم النادي الاهلي. بيقدر يعني بيلعب في اكتر من مركز، تقدر تستغله كهاف رايت او هاف ليفت، تقدر بيلعب على الجون كويس، عنده سرعات قوي. اضافه لخط هجوم النادي الاهلي زي ما بنتكلم على بيرسي تاو الناحيه الثانيه. اعتقد ان الراجل هيبقى في حيره، هيبقى في حيره بشكل كبير جدا في الثلث الامامي. ممكن خط الظهر الراجل مستقر، ممكن في نص الملعب بعض التغييرات، سواء لو قفشه موجود اللاعب او امام هيقدروا يضيفوا، لكن اتمنى ان امام قفشه يلعب جنب امام ممكن؟ لا، صعبه شويه، صعبه شويه لان الراجل بيلعب ب6 6 صريح، وبيلعب ب2 8 او بيلعب ب 8 يعني بيزيد بس شويه. بس قفشه بقى بيلعب 8 مع كولر، يعني قفشه ما بقاش 10 بتاع موسيماني، قفشه مع كولر بقيت حاسه اقرب لانه 8 بوكس تو بوكس، بيتحرك، بيقوم بواجبات دفاعيه، يعني قفشه الفيرجن الموجوده او النسخه اللي موجوده مش هي النسخه اللي كانت مع موسيماني قوي. هي ممكن قفشه شويه بيروح لحته ان احنا لما بنعمل استحواذ ان قفشه اللي بتحكم في رتم لعب النادي الاهلي، وده مطلوب في بعض الوقت، لكن مش مطلوب في كل وقت المباراه. عشان كده ممكن لو الراجل حتى لعب بامام، لان امام دايما فايت او عايز يطلع يهاجم، بيقدر ينقلك بشكل سريع من نص الملعب للثلث الامامي. اعتقد ان قفشه لو ما بداش اكيد هيبقى ليه دور ان هو يتحكم في رتم لعب النادي الاهلي. لكن قفشه، ما يميز قفشه كمان الارتداد السريع اللي بيعمله في نص الملعب، وده كمان بيدي الراجل ثقه فيه بشكل كبير، ان هو يبقى عنده ثقه انه يلعبه 8. ايوه، ان هو بيعمل ارتداد سريع في نص الملعب، الراجل بيقفل بثلاثه. انا عايز اتكلم معاك شويه في الطريقه يا احمد. انا عارف كويس قوي ان الطريقه على الورق شيء، وانه التكليفات والواجبات او المهام اللي المدرب بيطلبها من كل لاعب في مركزه شيء تاني. يعني ممكن فريق كان بيلعب، احنا كنا في فترات 3 5 2 4 4 2 4 2 3 1 وبتتغير، و 4 3 3 كل ده تمام على الورق، لكن الادوار او الواجبات المطلوبه من كل لاعب في مركزه ايه، دي قصه مدير فني بقى وشغل مع كل لاعب على حسب امكانياته. انت لعبت بكام طريقه؟ يعني في الفتره اللي انت كنت فيها في الملعب لعبت كلها كانت بطريقه واحده ولا اتغيرت عليك كذا طريقه؟ لا، احنا دايما كنا بنلعب 3-5-2. 3-5-2 مستر جوزيه ما كانش بيغيرها يعني. كانت فرق كتير تلعب 4-4-2 واحنا لا 3-5-2. اكتر طريقه بتحس انها بتبروز فريق طريقته هجوميه، لعبه كله في نص ملعب المنافس، 90 دقيقه بيحصل منهم 85 دقيقه في البوكس بتاع الفريق اللي قدامك، ايه الطريقه الافضل من وجهه نظرك؟ الطريقه الافضل هي 4-3-3. بس بمشتقاتها يعني. مش 3 فلات في نص الملعب، مش 3 فلات، بنلعب 4-1. 4-1 معايا جدا في الحته دي. دي بس في حاله الدفاعيه. بتلاقي 9 تحت الكوره. يعني الارتداد السريع، قدرات بدنيه على اعلى مستوى. يعني احنا مثلا واحنا بنلعب، يعني كنا بنلعب 3-5-2 بس خلاص الباكين طايرين، السرد باكين واقفين، ومثلا كابتن عماد النحاس واقف، ومحمد شوقي بيقول لكل السته اللي قدام طيروا. لان هو خلاص انا قادر اسيطر، انا هعمل ميل كويس، اعمل ميل الناحيه الثانيه كويس. دي اللي بيقدر يقوم بيها، زي ما بقول لحضرتك مش اي حد ينجح لك الطريقه، ومش اي لاعب تقدر تعتمد عليه في نص الملعب، لان نص الملعب ده لازم لعيب ارتكاز بيدي جراه لطرفين الملعب ان هم حتى يهاجموا. يعني ممكن في بعض الاوقات الطرفين الملعب علي معلول او هاني مثلا مثلا بتطير بتهاجم في الطريقه 4-4-2، يقول لك لا لازم الباك العكسي يقف
يعني لازم لو هاني طالع يبقى علي معلول واقف. واقف. لازم علي معلول طالع يبقى هاني واقف. دلوقتي هتلاقي لا، اللي مدي الاريحيه والافضليه بشكل كبير الديفندر في نص انت الملعب. بتشجع ايه في انجلترا؟ بشجع السيتي. بتشجع السيتي؟ طب ده انت مذاكر. طبعا. انت عارف ان ماتشات السيتي دايما مفيش باكين. بحس بيب جوارديولا بيلعب او بتفرج على ماتش بحس انه بيلعب دايما زي فريق زي طريقه الهاندبول. عارف الفرقه اللي مهاجمه تقريبا بكل لاعبتها. ايوه. باستثناء الاثنين المساكين اللي واقفين دايما تقريبا على الدايره في نص الملعب، والفرقه كلها طايره والكوره تقريبا طول الوقت تدوير. بتلف في تدوير في الملعب لغايه لما يلاقي الثغره ويخش منها. وعندهم قدره غير طبيعيه على ان الكره لو اتقطعت والفرقه عايزه تعمل حتى ارتداد سريع او تحول سريع وتعمل مرتده، عندهم قدره سريعه عظيمه تخلص جدا الكرة. ان هم يجيبوا الكره بسرعه. طبعا. دي اللي في بعض الاوقات اللي منجحه طريقه لعب النادي الاهلي، ان انت دايما المنطقه يعني اول ما الكره بتتقطع ايوه دي اول نقطه بدايه ضغط. ها. يعني اول نقطه بدايه ضغط لان كل لعيبه بتبقى مرحله، ايوه. فدي اللي منجحه او خنق اللعب في بصوره مصر اخرى. عموما يعني كان في مثلا في على الدايره شوقي، كان في حسام غالي، كان في حسام عاشور، حسام عاشور، حسن كان مصطفى. في حسن مصطفى انت بتتكلم وكان في حسني عبد ربه، وكان في لا كان في انا بتكلم فطاحي، بره كان كان في في فطاح. في الكواليتي دي موجوده دلوقتي؟ اللعيب اللي في نص الملعب ده يقفل يقطع ميه ونور زي ما بيقولوا؟ لا لا صعب. صعب. انت ليه دلوقتي؟ عشان احنا كلنا دلوقتي مكلبشين كده بلغه الكوره في طارق حامد، في النني. النني من احسن اللعيبه اللي بتقدر. بس النني النني ابس اند داونز يعني. طبعا النني تجربه مهمه ولعيب نجح بشكل كبير وبيلعب في دوري مهم وفي فريق كبير، بس برضه مشاركته او غيابته عن المشاركه مع ارسنال مأثره عليه. انا قصدي على نوعيه اللعيب ده، نوعيه يعني اللعيب. نوعيه اللعيب ده اللي هو دايما انت كمدير فني تقدر تعتمد عليه ايوه. انه يبوظ لك هجمات، ان هو دايما الكوره بتطلع من رجله سليمه. انت لعيب زي ده مهم. ديانج ومروان في الاهلي ما يعملوش ده؟ مروان يعمل، مروان يعمل. مروان يعمل، لان انا ديانج عايزه على طول طاير. طاير. يعني بينقلك سريع، بيعمل ارتداد سريع. ممكن في بعض الاوقات ديانج عايز ياخد نفسه في نص الملعب هتلاقيه بيغطي في مثلا هاني طلع، علي معلول طلع، لكن لما بيطلعش من الدايره مروان. ده مهم جدا. فهنا الراجل او اي مدير فني بيبقى عنده كام يعني 2 3 لعيبه كده مهمين ان هم ما يطلعوش من ايوه. الملعب. وحمدي كان برضو بيعملها كويس قوي. حمدي الراجل اضاف له مع النادي الاهلي، اضافه لمنتخب مصر. طب قول لي الـ4-1 في الاهلي تلعبها بمين؟ العبها بمين؟ طبعا العب لا مستقر. نملك من عمرنا شيء، بس عشان ما حدش يقول لك انت بتعدل على كولر. لا او طبعا يعني احنا بس بتكلم مع احمد دردش كده اشوف. لا، ما احنا هنقول بقى هنجتهد يعني. نجتهد مع بعض كده. يعني نلعب طبعا علي معلول، منعم لو سليم، يلعب جنبه ياسر او رامي ربيعه. ياسر او ربيعه. ومش ياسر او متولي ربيعه. لو جاهز؟ متولي لو بص، انا شايف متولي في نص الملعب بصراحه. في نص الملعب طبعا. اللي كان بيلعبه في الاسماعيلي. يعني آه. شايف متولي انت استغله في نص الملعب. لان انت عندك ورا الدنيا كويسه. يعني الدنيا كويسه، ممكن عايز تديله في ماتشات مثلا هتلاقيه اكتشاف في نص الملعب. هو معانا نص ملعب هم يعني هو هيضيف بس في نص هو الملعب. الراجل شافه يعني مساك هو الراجل وابتدى معاه على فكره. متولي من الاسماء اللي ابتدت مع كولر في البدايه يعني. كولر لما ابتدى كان الدويتو اللي ورا ثنائيه الاهلي ورا كان كان ملعب منعم ومتولي، كان ومتولي بيلعب لغايه متولي اصابه ومنعم، متولي. لان الراجل دايما عايز اللعيب اللي هو بيطلع بالكرة كويس. منعم بيعملها كويس، ورامي بيعملها كويس على ورامي فكره. بيعملها كويس. ياسر دلوقتي بدأ يطور من نفسه دي ان هو يطلع بالكرة كويس. هنلعب هاني ناحية اليمين. في نص الملعب انا هنبقى في حيرة، يعني تلعب كوكا يا مروان. بس الافضل مروان. مروان. مروان اللي ياخد تمام. ده 4-1. هنحط بقى الأربعة أربعة تانية هم دول بقى. كل ده عارفينه. كل ده مفيش جديد. الأربعة على فكرة عندك لعيبة كتير قوي. كتير قوي يعني أنا مش يعني تختار بصراحة. وخد بالك كمان أنت مش بس بتحط الكواليتي اللي أنت شايفها يعني هي دي اللي هتمزجك كرة، أنت كمان عايز لعيبة تركيبتها مع بعض صح. تطلع قماش يعني. يعني ممكن مثلا ده مثلا يعني مثلا
مش ده رايي يعني، بس انا بقول مثلا ممكن عبد القادر جنب امام يطلعوا لك كوره في حته تانية خالص، وممكن رضا مع الشحات مثلا يعني، مثلا لو هيلعبوا ويبقى مثلا امام ناحيه اليمين مع تاو مثلا برضو يطلعوا لك كوره تانية خالص. يعني انا بقول على سبيل المثال عندك كواليتي في الحته دي، كويره وسرعات وصناعه لعب وقدره على التسجيل مرعبه، فمين الاربعه اللي انت ممكن تختارهم؟ ما خلينا هقول لك الاسماء، لان الراجل انا لعب بتكلم بناس بره كتير. الراجل وبره الاهلي، لا انا بتكلم جمهور قاعد في المدرجات بيقول يا سلام لو الاربعه دول موجودين في الملعب جنب بعض. ما انا هقول لحضرتك ليه الاربعه دول، لان الراجل لعب بطرق كتير ولعب بلعبه كتير جنب بعض، فدول يعني اميز تلت امامي مع النادي الاهلي الفتره الاخيره. هنلعب ناحيه ال خد بالك عندك ورا كمان يعني، او جاي لسه جايين كريم فؤاد وكريستو اكرم توفيق، اكرم يعني، مع يا اما في نص الملعب يا اما مع هاني في اليمين، تمام. لكن مش في الاربعه القدامانيين. ولا ممكن تحط حد زي اكرم في الاربعه القدامانيين؟ لا اكرم، لا ناحيه اليمين لكن بتكلم على الاربعه دول اللي في ممكن يلعب كريستو. الحته دي، عندك داوي كريستو، عندك طاهر، عندك كريم، دول برضو موجودين معاك ولازم يخشوا في الحسابات. لا بس انت قلت لي الاربعه، انا تمام انت عيش بقى، ماشي. يلا يلا عيش سمعني. هنلعب طرف شمال حسين، حسين الشحات، امام عاشور، امام عاشور، اليو، اليو ديانج، بيرسي تاو. بيرسي تاو، انا بشوف ان دول افضل أربعة. ان انت تبدا تعمل ستارت بيهم. أنا مش بتكلم على ماتش سيمبا، انا أنا بتكلم بشكل بتكلم في عام، العموم. بشكل عام أي دول افضل أربعة تبدأ بيهم. افضل اربعه وصلوا لمرحله ان هم بيلعبوا هم مغمضين مع بعض، يعني وصلوا الكيمياء والهرمون اللي بينهم. لا وهم نفس طريقة الأهداف اللي بتيجي، إمام، علي معلول، حسين الشحات، الناحية التانية بيرسي تاو معاه هاني، بيمين ناحيته أليو ديانج أو مروان عطية. ايوه ففروت صريح كهربا، فروت صريح كهربا. شايف المفاتيح الماتش اللي جاي، الحاجه اللي شايف انه الاهلي لو عملها تسهل قوي مباراه سيمبا؟ الاستحواذ بالكوره، استحواذ. الاستحواذ على الكوره ده مهم جدا. امتصاص حماس فريق سيمبا ان هو نازل هيبقى عايز، زي ما اتكلمنا هيبقى عايز يضغط، عايز يسجل هدف. امتصاص الحماس ده مع كتر التدوير والاستحواذ على الكوره هيخلق مساحات هتسهل عليك المباراه. في الاستاد ماتش كهربا يوم الثلاث، اكيد كهربا اللي ليه افضليه. لا انا اقصد اقول مع كهربا الاحتمال الاغلب انه لازم هيبدا، لكن اقصد اقول انه كهربا اللي ما ظهرش في، طبعا سجل هدف طبعا لكن ضيع كورتين سهلين، واضح انه كهربا في ضغط. انا حاسس مش بس من ماتش سيمب في تسرع كهربا، الكورز دي يعني وهو جاي من بعيد تقريبا يعني كان مبطل، كان بيخلص بمنتهى السهوله، فواضح انه كهربا في مشدود، شده. هو في شده. مشدود بس خلينا واقعين ان الراجل بيتعامل مع كهربا نفسيا اكتر من تعامل حتى فني. الراجل بيقدر يبقى محتضن كهربا بشكل كويس معنويا، وما اعتقدش ان حتى لو في فرصه ان هو ممكن يخسره الراجل هياخد الفرصه دي. اعتقد ان الراجل دايما بيديله ثقه كبيره يقدر يعتمد عليه بشكل كبير، وكهربا فعلا بيبقى عنده حسن الظن، يعني حتى لو اداؤه مش 100% لكن بيبقى عامل مؤثر مع، سواء بيساعد او بيعمل اسيست او بيتحرك تحركات تفضي للناس، ودي ميزه من ميزات كهربا، زائد السرعات اللي موجوده عنده، زائد الميزه الاكبر اللي عند كهربا ان هو من نص فرصه ممكن يسجل لك هدف. وده اللي نتمناه ان شاء الله ومستنينه منه ومن فريق النادي الاهلي كله الحقيقه. تألقنا بشكل كبير في شوط مباراة أول، واضح تماما الفوارق الكبيرة بين الأهلي وسيمبا اللي نتمنى إنها تترجم بقى وتظهر في الملعب على مدار 90 دقيقة كاملة، هي عمر مباراة يوم الثلاث اللي جاي. هتكلم مع كابتن أحمد على البطولة بشكل عام. لغاية اللحظة دي الشوط الأول بين مازيمبي والترجي التونسي انتهى بتقدم مازيمبي 1-0، والشوط الثاني بدأ بقاله 10 دقايق والنتيجة ما زالت تقدم مازيمبي بنتيجة 1-0. شفنا امبارح طبعا تفوق او تقدم سان داونز في مباراة الذهاب في انجولا على بيترو اتلتيكو بنتيجة 2-0. هنتكلم على البطولة وشكل المنافسة فيها، وهنتكلم على الدوري اللي غاب عننا بقاله كتير، هنسترجع ذكرياتنا مع الدوري المصري مع كابتن احمد عادل، لكن بعد الفاصل.
عموما هي بطولة في منتهى القوة بما انها بتجمع الثمانية الكبار في القارة، يعني طبعا محدش ينكر انه كل فريق من الثمانية اللي بيشاركوا في الافريكان ليج ليه صولات وجولات. يمكن في فريق او فرق يعني بعض الفرق بعدت الى حد ما، لكن خلينا نسمع رأي كابتن احمد عادل في شكل المنافسة والفرق اللي هو بيرشحها من الناحيتين، سواء ناحية الاهلي مربع الاهلي بترو اتلتيكو سان داونز الاهلي وسيمبا، او مربع الثاني الوداد والترجي ومازيمبي وانيامبا. شايف شكل المنافسه ازاي ومين اللي ترشحه من الثمانيه الكبار؟ لا اعتقد ان احنا في الـ في الـ في الـ في الجانب بتاعنا يعني ان شاء الله النادي الاهلي وسان داونز. الاهلي وسان داونز. الاهلي وسان داونز نهائي مبكر بالنسبه لك؟ يعني هل بتشوف ان الاهلي وسان داونز لو الاهلي تخطى عقبه سيمبا وسان داونز تخطى عقبه بيترو اتلتيكو وهما الاقرب بحكم مباريات نتائج مباريات الذهاب، الاهلي تعادل ايجابي، سان داونز فاز على بيترو واتلتيكو 2-0 في انجولا، هل شايف انه لو حصلت المواجهه بين الاهلي وسان داونز يعتبر نهائي مبكر بين اقوى فرقتين، ولا شايف الناحيه الثانيه فيها فرق برضو عندها فرص في المنافسه؟ لا اكيد الجانب الاخر فيها فرق محترمه، ومن اهمهم طبعا اللي بشوفها بتادي بشكل جيد فريق مازيمبي على الجانب الاخر، زائد الوداد طبعا ان هو بيوصل 2 فاينل افريقيا سنتين متتاليين بيقدر يحقق فاينل افريقيا، فاكيد فريق كبير. لكن وصولك مع سان داونز بتبقى مباراه مختلفه، او ان انت تواجه سان داونز زي ما حضرتك بتقول اكيد حسابات مختلفه، نهائي مبكر في تاريخ بين الفريقين. أيوة. في تاريخ بين الفريقين بيدي هنا دوافع كبيره جدا، وبيدي على الجانب الاخر لفريق سان داونز دوافع كبيره جدا، وخصوصا خلاص احنا وصلنا لمرحله النادي الاهلي كتاب مفتوح، سان داونز كتاب مفتوح على مستوى افريقيا. فاعتقد لا نهايه مبكر زي ما حضرتك بتقول للامكانيات الفنيه اللي موجوده عند الفرقتين سواء سان داونز او النادي الاهلي، زائد ان هنا زي ما بنتكلم على مفاتيح لعب كتير داخل النادي الاهلي مع امكانيات فنيه مع تطور اداء مع سيستم لعب، دايما فريق سان داونز معودنا على كده، فاعتقد هتبقى مباراه صعبه في حاله المواجهه مع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. اتمناها بصرف النظر، بشوف ان الاهلي جاهز جدا، وانا تمنيت الحقيقه، يعني ناس كتير كانت بتتمنى انه بيترو اتلتيكو، بالمناسبه بيترو اتلتيكو ارهق سان داونز جدا جدا في شوط المباراه الاول، ولو تمكن من تسجيل اهو دي بقى الاحداث اللي بتغير مجرى او سير المباراه بشكل مش متوقع، تضيع فتقبل، يبقى ممكن تطلع شوط اولاني واحد كسبان 1-2، وده اللي كان ممكن جدا يحصل في مباراه لواندا، تلاقي الشوط او المباراه كلها اتقلبت عليك في الشوط الثاني، وبدل ما تكون او خرجت كسبان انتهت المباراه بخسارتك 2-0. ده بالظبط اللي حصل مع سان داونز وبيترو اتلتيكو امبارح. طيب عايز اسالك حاجه ثانيه، انت طبعا وانت في الملعب كنت بتذاكر اللعيب اللي بيلعب يعني طبعا في ناحيتك، يعني انت كنت باك يمين، فكانت دايما الجناح الشمال لاي فريق منافس ليك بتذاكره، بتشوف فيديوهاته، بتعرف ازاي تقفل عليه، سرعات، الكلام ده كله، كنت بتذاكر الحكم؟ لا كان في بالنسبه لنا حكام معروف. يعني ما كانش قبل كل ماتش بالذات الماتشات المهمه بيتقال لكم مثلا او في المحاضره مثلا بيتقال لكم حكم المباراه ده تركيبته كذا، اسلوبه كذا، طريقته كذا، بيتضغط عليه ما يتضغطش عليه، تتكلم معاه ما تتكلمش، يعني ما لا دايما السياسه اللي موجوده مع النادي الاهلي بشكل عام ان الحكم ملوش دور معانا. انا يعني فاهم انا يعني فاهم حتى في طريقه الكلام من حتى من المدير الفني، انا فاهم حضرتك في في السؤال في اوضه اللبس الحكم ما بياخدش وقت مننا في المحاضره. ايوه ان احنا دايما احنا النادي الاهلي كده بشكل عام، احنا نازلين نلعب ضد حكم، نازلين نلعب ضد جماهير، نازلين نلعب ضد فرقه. ده السياسه اللي بتبقى داخل اوضه اللبس. ايوه فاحنا مش حاطين الحكم، الدور الاكبر على مدير الكور او على الجهاز الفني، هو اللي بيعمل وسيله الضغط على حكم المباراه. لكن ان نشرح وسيله الضغط عشان ما تتفهمش غلط. وسيله الضغط في قرارات في قرارات الراجل، في وسيله الضغط ان لا لما الاهلي يبقى ليه حاجه او ليه ضربه جزاء او في فاول يستدعي انذار لفريق التاني، هنا مدير الكره هو فاولات انت ممكن رايح بهجمه فالراجل يموت لك الانذارات ملهاش لازمه، ممكن لعيب رايح بهجمه مرتده زي مثلا يحيى عطيه الله في ماتش الذهاب في نهائي دوري الابطال السنه، فوقف الكره بايده فالحكم اكتفى بالانذار ما ادالوش طرد. في مواقف كتير جدا تاثر عليك انت، هنا مدير الكوره الدور في القصه دي الدور الاكبر لمدير الكوره، ودي في مدير فني كان بيدي مساحه لمدير كوره، ومدير فني ما يديش مساحه لمدير الكوره، يبقى عايز بس هو اللي يبقى ليه
في مدير فني شخصيته بتفرض اسلوبها على الجهاز كاملة. ايوه. الصلاحيات حتى الإدارية تلاقي مدير فني بيتدخل فيها. لكن ده مش موجود داخل النادي الأهلي. كل بوزيشن أو كل منصب إداري أو فني داخل النادي الأهلي ليه صلاحيات، ليه دور وليه صلاحيات، وده اللي كان بيقوم بيه بشكل كبير جدا كان الكابتن سيد عبد الحفيظ. تكملة لدوره كان مع كابتن خالد بيبو دلوقتي. عشان كده بنقول المهمة كبيرة، يعني المهمة كبيرة على المنصب الإداري داخل النادي الأهلي، مش في الملعب بس، أو لا خارج الملعب أكبر، تدي 60 أو 70% خارج الملعب، وبعد كده حتة الملعب دي بشكل أكبر وسيلة ضغط على القرارات اللي بتتاخد داخل الملعب، ويمكن في بعض الحكام ممكن تأثر عليك انت او تأثر ليه رؤية للمباراة اللي جاية في مباراة العودة، فممكن يديك انذار وعارف ان انت ممكن تتوقف ماتش العودة. دي حصلت يعني انت معانا. كلاعب كنت بتحس معانا. ان في بعض الاسماء في الحكام بيبقى فيه حالة تربص، هو نازل ومذاكرك وعارف من اين تؤكل الكتف يعني. لا وهتلاقي في مباريات اللي هي اللي ليها حكام معينين، يعني ليها حكام معينين. طب انا عايز ارجع لك في نقطة التحكيم دي مرة تانية، عشان احنا الموسم ده بس سيبك من كل اللي فات، الموسم ده اتلسعنا مرتين. مره في السوبر ومره في ماتش سيمبا. خلينا نروح عشان بيتقال علينا ان احنا بناخد بالحكام. صحيح. خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الاهلي، نطمن بقى على عوده فرقتنا للتدريب مره ثانيه، ونشوف اخبار السكواد ونطمن على جاهزيه لاعبتنا. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن احمد عادل وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني عايز طبعا واحنا بنشوف معاك دلوقتي لقطات على الهواء من تمرينه النهارده، تطمنا على عوده الفريق للتدريبات وتطمنا على جاهزيه السكواد وفرص الاسماء الغايبه عموما، سواء الاسماء اللي غابت عن مباراه سيمبا لاسباب مختلفه، او حتى المصابين اللي طالت فتره غيابهم، مين منهم ممكن يكون حاضر او جاهز لمباراه الثلاث ان شاء الله. يعني في البدايه يا احمد يمكن التدريب يعني بدا في تمام السادسه، ولكن طبعا بدا الاول بمحاضره فنيه للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر، اللي طبعا يمكن يعني اعرض بقى على اللاعبين مباراه سيمبا، مباراه الذهاب، وابرز يعني الحاجات الايجابيه او السلبيه للاعبين ادوها خلال المباراه، وده كان بدايه المران. وبعد كده نزل اللاعبين للملعب وبدايه المران ببعض الفقرات البدنيه، ومن بعدها حالا دلوقتي وانا معاك على الهواء يمكن بدات فقرات التدريبات بالكره، واللي هيختتم باذن الله بتقسيمه. حابب اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي يمكن بعد فتره كبيره جدا من الغياب محمود متولي في التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي، اعتقد عوده من العودات المهمه جدا لواحد من اللاعبين الممتازين جدا في مركزه في خط الظهر محمد عبد المنعم. الحمد لله رب العالمين، قبل بدء المباراه المران مباشره عمل اختبار طبي كده مع دكتور احمد جبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي، والحمد لله يمكن اجتاز الاختبار بنجاح وموجود هو الاخر في التدريبات الجماعيه. امام عاشور بالطبع كان موجود من قبل مباراه الذهاب، ولكن طبعا يعني عدم مشاركته في المباراه كان لرؤيه فنيه مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، ولكن الحمد لله موجود في التدريبات. كل اللاعبين الحمد لله اللي لعبوا المباراه الاولى موجودين بشكل عادي جدا في التدريبات، الغيابين بس الوحيدين عن التدريبات كان لعمرو السوليه اللي يعني بيستكمل برنامجه التاهيلي بشكل اكثر من رائع. كريم فؤاد كمان اطمنا عليه يمكن اجرى اشعه جديده، والحمد لله في تقدم في حالته، قريبا ان شاء الله الاثنين هيبقوا في التدريبات الجماعيه. مودست بقى اكيد هتسالنا عنه، يمكن يا احمد مودست كان عنده نزله برد شديده شويه غاب بسببها عن مران الفريق الايام الماضيه، ولكن النهارده موجود، ولكن طبعا دكتور احمد جاب الله فضل انه يخوض فقرات تاهيليه وعلاجيه الاول قبل ما ينضم للتدريبات الجماعيه بحيث يكون مؤهل بدنيا انه يشارك مع باقي زملائه. باستثناء كده الحمد لله الامور كلها طيبه واكثر من رائعه، ان شاء الله تبقى فقط توفيق ربنا وباذن الله نقدم مباراه كبيره نحقق الفوز والعبور ان شاء الله للدور نصف النهائي باذن الله. كمان بكره يا احمد هيبقى يوم حافل لفريق النادي الاهلي، يمكن باذن الله تجمع اللاعبين هيكون الساعه 5، التدريب 6، التدريب يمكن بكره مفتوح اول ربع ساعه لكافه وسائل الاعلام طبعا للتدريب اللي يسبق المباراه على طول. ان شاء الله كمان هيبقى فيه بكره مؤتمر صحفي هيشارك فيه مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق وكابتن محمد الشناوي كابتن الفريق للحديث عن مباراه العوده باذن الله رب العالمين. من بعدها على طول الفريق هيتحرك لاحد الفنادق القريبه جدا من استاد القاهره اللي المبيت فيها ليله المباراه، وباذن الله التوفيق يكون معاهم، وباذن الله فوز غالي وخطوه جديده ان شاء الله في بطوله جديده ان شاء الله يقلل مجهود لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بالفوز بيها، وباذن الله النادي الاهلي يكون بطل النسخه الاولى من دوري افريقيا لكره القدم باذن الله رب العالمين. نعدي سيمبا بس ونجهز ان شاء الله
مواجهه منتظره قدام سان داونز، وبعدها يبقى لينا كلام تاني. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد توفيق. دي كانت اخبار تمرين الاهلي، والحمد لله اطمنا على جاهزيه كل اللاعبين باستثناء السوليه اللي يعني طول غيابه، ونتمنى له ان شاء الله المهم يكون يرجع سليم وعافى ويبقى جاهز للمشاركه. واحد من اهم اللعيبه في النادي الاهلي، وبالتاكيد حتى لو كان مصاب خبرات السوليه مهمه جدا جدا، وخصوصا مع لعيبه الاهلي الجديده السيزون ده، فبالتالي طبعا عودته هتكون اضافه كبيره جدا سواء في اوضه اللبس. دايما اللعيبه الكبيره بيبقى ليها بصمه في اوضه اللبس، بيبقى ليها تاثير وليها دور كبير. طبعا طبعا ليها دور كبير، مش شرط بيبقى داخل الملعب بس، بيبقى ليه دور كبير داخل اوضه لبس النادي الاهلي، ان هو يجمع اللعيبه على هدف واحد. ودي يمكن اللي منجحها اوضه لبس النادي الاهلي، هو زي ما قلت لحضرتك قبل كده في اكتر من لقاء، مقومات البطوله موجوده داخل اوضه لبس النادي الاهلي، ومن اهمها هي السمات او الصفات بتاعه اللعيبه الكبيره موجوده داخل اوضه اللبس. بما ان السكواد جاهز، اتمنى ان شاء الله نبقى في يعني كامل الجديه والتركيز والاستعداد على اعلى مستوى المباراه، وباذن الله الاهلي لو ظهر بوجهه الحقيقي قادر طبعا يفوز بسكور كبير كمان على سيمبا يوم الاربعاء يوم الثلاثاء اللي جاي. طيب هروح معاك للدوري شويه، لانه انفصلنا عن الدوري، وانا عارف انك متابع الدوري كويس. لما طلبنا نعمل فقرة صغيرة كده أو جزء من الحوار صغير على الدوري المصري، فطلبنا طلبت من زمايلي جدول ترتيب الدوري. طب الترجي جاب جول واتلغى دلوقتي، فما زالت النتيجة مع مازيمبي والترجي 1-0 صالح مازيمبي. ده جدول ترتيب الدوري يا أبو حميد، أنا من زمان جدا ما شفتش ترتيب دوري بالشكل ده، يعني ما شفتش ترتيب أندية بالشكل ده في جدول ترتيب الدوري المصري. إيه المفاجأة بالنسبة لك؟ طبعا الاهلي بعيد، لانه الاهلي ما لعبش غير مباراتين فقط لا غير، في فرق لعبت اربع ماتشات، يعني الزمالك لعب اربع ماتشات، المصري لعب اربع ماتشات، فطبعا عشان كده ترتيب الاهلي متاخر شويه في الجدول، وان شاء الله باذن الله مع المؤجلات لما نلعبها الاهلي يستعيد مكانته الطبيعيه. لكن غير الاهلي لا، في حاجات كتير قوي اتغيرت. انا بشوف ان ده في المقام الاول نجاح للكره المصريه، ان انت لما بتلاقي ست او سبع فرق بيبقوا في مقدمه الجدول، اعتقد ان النقط قريبه من بعض بشكل كبير. لو هنشوف يعني اكبر عدد لقاءات لعب مثلا المصري، لعب الزمالك، انا عندي فيوتشر لعب ثلاثه علامه كامله، تسع نقاط تسع في نقاط. الصداره المصري لعب اربعه كسب ثلاثه بس وخسر مباراه، فبرضه في المركز الثاني تسع نقاط. الزمالك اربع ماتشات كسب سموحه امبارح خمسه اعتقد، كسب خمسه نتيجه طبعا كبيره على سموحه. سموحة اللي بيتألق دايما قدام الأهلي كسب سموحة امبارح في المركز الثالث بثمان نقاط، بيراميدز مركز خامس. زاد مفاجأة زاد حصان أسود من وجهة نظرك؟ زاد بيلعب حصان أسود، زاد حصان أسود وكمان بلدية المحل. وبلدية المحل أنا بشوف إن دول واتكلمت قبل الموسم إن دول الاستقرار الفني اللي عندهم والاستقرار الإداري هيديهم الافضليه، وزي ما بنشوف في الجدول كده هتلاقي فريق زد بيحقق مكاسب، بيحقق نتائج، بيجمع اكبر عدد من النقاط مع كابتن مجدي عبد العاطي اللي حاطط استراتيجيه للعب. كانت مواجهه ناريه بتقول لي بينه وبين المقاولين، بينه وبين المقاولين مباراه ممتعه، مباراه ممتعه. مقاولين يعني عندنا نسخه الدوري الانجليزي السنه دي، عندنا في لا الدنيا. الدوري بصراحه احسن من السنين اللي فاتت، احسن من السنين ده اللي احنا كنا بنطمح. من حيث ايه، الكوره ولا التنافس؟ المنافسه زائد الاهتمام، يعني الاهتمام بالشكل الدوري، الاهتمام يا سلام لو في جمهور بقى، ده اللي احنا بنطالب بيه ونتمناه، هيدي طعم للدوري بشكل اكبر. حتى عندك انديه كتير ما عندهاش جمهور، يعني زاد اللي انت بتقول عليه حصان اسود ما عندوش جمهور. بس المقاولين ممكن بس كبير. هيدي حماس للعيبه، يعني هيدي حماس للعيبه، هيدي اجواء مختلفه حتى للعيبه. ده اللي انا بتمناه، يعني في فرق ما عندهاش جماهير، لكن مع الجماهير المنافسه لا، اللعيبه بقى عندها حماس بشكل كبير جدا، بيدي دوافع للعيبه بشكل كبير جدا. تواجد الجماهير داخل الاستاد بيبقى ليه طعم تاني خالص يعني. في يعني في الترتيب ده في حاجه غريبه بالنسبه لك، او في نادي في مكانه بالنسبه لك ما كانتش، او ترتيب ما كانش متوقع؟ لا، كل انا متوقع بالنسبه لي، حتى اداء فيوتشر كمان. يعني حتى اداء فيوتشر فيما بعد الكابتن علي ماهر ما حصلش تغييرات، رغم ان هم سابوا لعيبه كتير جدا مميزه، هم سابوا اثنين او ثلاث لعيبه بس محافظين على القوام الاساسي. ده اللي ما يميز فريق فيوتشر، وده نجاح من الاداره مع الاداره الجديده ان هم حافظوا على القوام الاساسي. مهند لاشين مشي، رضا بوبو مشي،
اعتقد غنام موجود، غنام لسه مكمل، غنام احمد عاطف موجود، عمر كمال موجود، لا لعيبه محمود كتير، مرقي مشي برضه، ناصر ماهر موجود، لا في لعيبه كتير. انا زي ما اقول لحضرتك ممكن اتنين ثلاثه لعيبه مشيوا، لكن ما اثرش على اللعيبه لانهم عندهم سكواد محترم من السنه اللي فاتت، مع ان الراجل الجديد ما غيرش بشكل كبير جدا في القوام الاساسي حتى اللي كان بيشارك. عندهم كلاش النهارده مع بيراميدز، اهم او اقوى مباراه يعني على الورق بين فيوتشر وبيراميدز النهارده، مين كفته ارجح؟ بيراميدز سكواد محترم، سكواد قوي، ما زالت النتيجه 0-0 لغايه دلوقتي يعني. اعتقد بيراميدز عنده حلول كتير، يعني عنده حلول اكتر من حل، عنده مفتاح لعب كتير. لا فرق لعيبه لفتت نظرك يعني من اول انطلاقه الدوري لدلوقتي؟ عمر كمال عبد الواحد طبعا، ولد عمر، اللي ما يميز عمر المرونه التكتيكيه اللي عنده، اللي دايما بيركب اي مباراه، دايما فرض اسلوب لعب عمر مع اي مكسب لفرقته. الراجل المدير الفني، انا بحب اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز وبيأدي بنفس ال 100% بتاعته. ايوه يعني دلوقتي بقى له فتره من اول موسم بيلعب باك ليفت، وبيجيب اهداف، فعنده ان هو بيعرف يجيب هدف، عنده الزياده العدديه اللي بيعملها مع الفرقه بيقدر يعملها بشكل كويس. مدربين لفتوا نظرك في وجوه جديده في الدوري السنه دي عندنا مين؟ لا مش احمد عبد الرؤوف اعتقد مع البلديه طبعا. صح. احمد عبد الرؤوف انا مطور من نفسه بشكل كبير، عشان كده اتكلمت على فريق بلديه المحله، وخصوصا بيلعب مع الفرق الكبيره. بلديه تامن. بس مع الفرق لعب ماتشات صعبه. أيه. لعب امبارح كان بيلعب مع الاتحاد السكندري، الاتحاد بقاله كتير بيلعب في دوري ممتاز مع مدير فني كبير زي كابتن طارق العشري، لعيبه كبيره في نادي الاتحاد. لكن مع فريق بلديه المحله لو هنشوف الامكانيات الماديه هنا وهنا، أيوة. لو هنشوف كواليتي اللعيبه هنا وهنا، لا احمد عبد الرؤوف عامل شغل كويس مع البلديه. طيب يعني لما نرجع للدوري هتبقى نسخه سخنه والدنيا مولعه وفي كوره حلوه وفي مدربين وفي فكر وفي انديه صاعده عامله نتائج كويسه جدا زي زاد وزي بلديه المحله. نتمنى ان الحقيقه نسخه السنه دي تكون مختلفه الى حد كبير عن النسخ الاخيره. بشكرك يا كابتن احمد، نورتنا في السادسه. حبيبي استاذ احمد، ربنا يخليك. ان شاء الله الماتش اللي جاي او اللقاء اللي جاي يبقى ان شاء الله بعد مكسب نادي الاهلي وتحقيق البطوله ان شاء الله. بشكر كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي. مازال مازيمبي متقدم بنتيجه 1-0 على الترجي، دي مباراه الذهاب. مباراه مازيمبي صحيح بتلعب في تنزانيا، لكن مباراه العوده هتكون في تونس، ونتمنى التاهل للاشقاء طبعا في تونس، الترجي التونسي. بشكركم على متابعه النهارده، بكره استعدادات اليوم الاخير يوم ما قبل المباراه، حلقه ان شاء الله تكون مميزه من السادسه. تحياتي لكم.